بسم الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين سلامي عزولاتي دمانتي الملولي بأدونك أكيد شوكتان سلام حي هذا أهد وقيمة بدن أهودي إني صومرنايا بعد سلامنا وحي نكسو دوينايا إن شاء الله كينا مروستار كوكين. الحمد لله ما هذا النوع سجنة الله سبحانه وتعالى مركل أي أقل هذا إن محيه هذا أنا وعاف ما تخبى أفيديو محيه هذا يعني سو جد بيو أدين كان حرجنا إن عاف ما تقطعن وصاي وداونا سان أنت حنوسن الله عافي أنت لما تين الله أم حارستو إن الله سبحانه وتعالى رأى الله إني جاء هذا سو دوا هذا أم سنتهين سدى محيه هذا قروح ذا بدن له وناكسن مرول بأيوه حرنتهين وحين الله جزاكم الله الفقير الله سبحانه وتعالى حائن البركة يا حبايبي. فمانتو حاربا ألابو أهد إني أنفعيسو أو وجيه نكال أرغي نيجا قد إيجيسو قبدها أو كيمي كذا استعمال وحيكا غمار مكران أو كوة كيمي كذا أي ديشي أو وجيه دي قروح دي وكتاقي أي مذوغة سار مي يعني حاسها قبدها مركا إسعادين آيان وحيبا كيمي كذا هالستا أي مرسان آيان مذيب كاغا مركا وحا إسك جوجي سبحيتها وقير مايا أدد دان وحا نقوني ساهارا كوغلايا أما وجيه وحو نقوني وحا قبتي أو كالات ده ماله قروح ماله داود اسكدايان حقيقة دواية فمركا واح او ديه ودي وقروح دو دي اكسو علين كران عربا انا اني لو داقو حدير نبراء هاي ستحتا وكو عاونيسا او نبراء مدمدو ايكو قريبتين حدير محي هاي دي سيدو كلا حارا هاي ستو اي حارا هاي وقت بدان اي سنهين ايضا سيدو كلا يتوكو عاونيسا الهابو عجيب اي واي حقيقة او حدير كرا يعني ديانا او حاواي عجيب اه او قريهنا بحتا تالو آنن او غير مقراتين مركو حيابان كيمي كذا اسمار نيسا نسكدا انت او غهر ريسو يكسور او نيسا قروح عنا قو نيسا ايو كالا عربو يا لا سوما ليه عدافة قروح فيها انتهي محاشا يا فمركا انو حيات هاي يعني قفكو حسينة سا دلالة كسينة قروح كسينة كيمي كذا مركا كوو عصبت هاي انتو كو غهر ريسيت هاي لكن مركا اسكديسو أما مرك مروج أما دبكو قتما الله إلا أدونا نجوجنا مروج دبك ما محيه هذا كما مرنا مروج بخبص نزا مركو حدا عايو إن وجيها مرك الدو ذا إسك دي سو وجيها إن الله ينحى يا وهذا دنا إسكر قرصت عقدتك وقد عض عقدتك أكل ولومة مركو حاسم حاكو جي وهذا نحرام يا تهاي سكين كا إلهي كود دليل روح ذا أهم دبك هيسته أبدش إلا سبحانه وتعالى بروك ودينا يا مركا أكو خن أحسن أنا وح أنا هاي الله سبحانه وتعالى نقدر قف أفضل حن مجرى وما دلوا القرآن صح الله سبحانه وتعالى شيء جاي فمركا وح هسنا خجار خجار قوات خانان أما خيار وح أتخانا با وات خانان بهذا ما شاء الله هذا عمتان صلى الله قدر ستان عبتان هذا كسمي ستان عجيب كأه بهش عن وح هستا يعني وح وح لي كراسة ديانة ذوق العجيب القف كجوب تيسيست مر ولي بسكين كيس مريو سيا عادي هنا سكين كاو كوكو نظيف نسا خروح كاجا ديسا وح وحات هاي هدنا أقاضن كراس وقف كاجا أقاضن كرتو عن كرتي دواي قشارك وجي جاي جنا مرسة تنا محدي دايو مرك وح ولي بو ونكسن أبع عن كرتبر زبود مركنا وجي جاي جنا مرسة تسمعها فمركا وح هي ستا وح كسينة سا بياض كسينة سا أنتي أجن واي كدود كي كهر تجاسا وحبسينا سا أدي أنا مكشي كين كروجي جا ويقويني سا ماش على تبارك رحمن وحول يبنا وحاس قد أيضا إن وقت سيسان حيسا إسكت عاف إن شاء الله وحي أديكو أنفع أعرفت كان إنه أديكو أنفع عايا وقت جلي محيط هاي جوكتي سيسا وحي لكن محيط حيسا هل إسكت عاف وسي أرسل تيجا أو هشام مقرات إن حبايبي مركا خجارة هستا جبا هستا انت حكو هستا فيتامين اي اويل عجيب واي اسغنا كان هداه ش اسو بقول كي بقول بيور اه وفيتامين اي اي محل فيتامين اي اويل اه عجيب واي مركان هدا فيتامين اي اويل انت كو هستا هدي افنن اه هيستو اني كو ديبتو وا لغا يابا بحشان اسك دين كرتا انت نو حكو هسنا سيدو كليت محل دها فيتامين سي سيرا ما هيسنا اسنا وجيغا وخو كدغا قال ارق عجيب انت ايجين واي لبدودبا وجيغا وي قويان قروح كدكدود كي كهرتغان ميدبكاغا يعني وا وفرايا وحيتها يعني وحان اسعدين ما اها لكن ديبات جيرتا وحيتها قرح دي انغا نغ دحايسو هوديو ودا سميسان مركا مركا وخا دعايو بشرادادي اني بدلنتو واحمد مدو او كوكرو هدا مركا وجيغاغا اما جيركاغا غانت كو هين وخا دعايا خاره يي ديباتي وجي قليل يوجي
oo asidan qarqarxo in ay yeelato ma garanayn. Fmarka waa u baahanahay inaan wax ismarino anagoo muslim ah oo ognahay shanta waqti inaan weysa qaadano oo salaada dukano, laakiin still waxaa u baahanahay inaa gacanta isku hayno. Haddaada gacanta isku hayno waxay tahay hawada ka baxaysa, because adduunkii dhan aa wada sumaysan ma garanayn hawada ku wada noolnahay. Marka labadan shay cajiib waayo, xataa habeenki waxaa samayn kartaa, iyana waxaa ka qaadan kartaa vitamin E oil ah iyo maxaa la dhahaa vitamin C serumkan. Waa isku qasaysaa, markaas isku qasta gacantaada, wajigaaga marsanaysaa, foortaada, gacmahaaga, maasha allah tabaarak raxmaan, adaa isjeclaanaya xaqiiqatan ma garateen. Marka intan waxaa ku haysanaa dacar, dacartana ayadana sidoo kale fawaaid badan ay haysataa, cajiib waaye, anti aging waaye, midabkaaga way dhalaalinaysaa, qurux yellow yellow way kaa dhigaysaa. Hadii aad joogtay siisato, cajiib waaye dacarta, basharadana way u fiican tahay. Insha allah maraa kasoo hadli doonaa dacarta fawaaidkeeda. Haduu ilaahay dhaho hadda ayadoo fresh ah helaysana maasha allah tabaaraka raxmaan, yani dhib male waa isticmaali kartaa. Marka ana hadda jab waxaan isticmaalayaa oo khayaar ay ujeedaan, waxaan sameynaa marka in maxay ahayda casiirka aan kala baxo ila socda xabaayibi. Waxaan soo qaatay maxay ahayda baquli iyo kan waxa oo carrot, waxyaabaas khudaarta waa wada taqaanaan bahashaan lagu xoolo. Marka meeshaan waxaan isticmaalaa oo yaryariska ah si qajaarka casiirkiisa oo badan uu igu soo baxo ma garateen. Dhanka waaweyn hadaa isticmaalo waxay tahay xoogaa way kugu adkaanaysaa, marka isguud inaa inta isticmaasho insha allah. Dhankaana marka kusoo hoolaya insha allah waa isku soo laabanaynaa markii aan soo hoolo, haddii ilaah subxana wa tacaala ii saamaxo. Xabaayibi, qajaarkii waa kana casiirkiisa kasoo saaray, laakiin weli shaqaa inoogu dhiman. Waxaan sameynayaa in maxay ahayde aan soo miiro oo aan ka saaro casiirka keliya u baahanaa, waxyaabahan kaleeto ee qajaarka skinkiisa ma u baahna insha allah. Markaan soo miiraan isku soo laabanaynaa. Xabiibaati, waa isku soo laabanay, waa kana intaana igaga soo baxday jabkii oo maxay ahayda qajaarka ahaa. Marka hadda waxaa sameynayaa sabaarkii inaan ku daro, ama aloe vera waxaa u taqaana, ama dacar insha allah. Adi taqriiban waxaa ku darayaa laamal khaacadood camal. Sidoo kaleete waxaan ku dareynaa insha allah vitamin E oilkii. Alaabtan cajiib waaye gabdha, hadha yalsanina xaqiiqda ka hadlayaa. Ayadana in yaraa ku daray, adi intaa jeceshaa ku darsan kartaa insha allah. Haddana waxaa ku darayaa siramkii oo vitamin C-ga ahaa. Waxyaraa ku daray isagana, ujeedaan xabaayibi. Marka waxaa u baahannahay inaan isku qasno oo isdhexgelino si fiican. Yacni dacarta siday ugu qasanto waxaan kaleeto wax maxay ahayda iska biyo ah. Marka dacarta rabnaa inaa dhexgelino si fiican inoogu qasanto. Xabiibaati, waxaasaa markaa isku soo qasay, marka ujeedaan way yara adag tahay insha allah tabaarak raxmaan. Alaabo cajiibi waaye. Ani hadda waatana way iga dhammaanaysaa intay iigu jirtaa. Ani tusaayaa ujeedaan aloe veradii ma ahan ya aloe verada isticmaalayna waatana. Insana waxaa iigu jirta alaabtaana iigu jirta, aadaa u sameystaa, aadaa u isticmaalaa. Daalka waxaan ku dhahay wejiga wuu ka qaadayaa, madmadowga, xaaraha, dhibaatada basharada ee qabtoo dhan alaabtan u fiicanta. Haddaa nabro haysata xataa alaabo cajiib waaye xaqiiqatan. Dadka oo indhaha hoostooda ka madoobaada sidoo kaleete, adi madmadowga gacmaha xataa haddaa ka madmadowdahay, badanaa gabdhay dhahaa arka gacmaha maxaal ah, yacni madowgaa looga qaadaa oo biyaha kuleelka iyo waxyaabahaasa igu keenay, ayada xataa way ku caawinaysaa. Suuf yaraa soo qaadanaysaa basharadaada oo dhan meel alaala meesha ka madowdahaa marsanaysaa, wejigaagana mari weji taagan oo qurux badan oo maasha allah oo ifaayo ay ku siinaysaa. Sidoo kaleeta haddaa rabtana ii sheega maxay ahayde waxyaabaha kusii qasan kartaa aad jeceshahay, laakiin anisaana u isticmaalaa ayadana isaga shubtaa tartiib frijka iska gashtaa. Haddii aa frij aada haysanna wax yar iska sameyso maxay ahayde markaa si banaanka aa u dhigato, qajaara ku darna qajaarka xoogaa inuu hadhow maxay ahayde kaa uro way dhici kartaa, fa allahu aclam. Marka alaabo cajiib waaye, gabdhaha hara haysta, gabdhaha basharadooda madoobaatay oo dawada intay isticmaaleen midabkooda quruxda ilaahay uu dhaliyey ka tagay, bahashaan isticmaala, alaabtan isticmaala, alaabtan cajiib waaye. Wathani sheena waxay tahay biyo badan caba, huruuda shaahidana caba, maxaa la dhahay rose hipkana maasha allah shaahiisa caba, waxyaabaha waxaawaaye skinkiina gudaha kasoo dhaqaaya soo nadiifinaya. Gabdhaha haraa haystaa ka hadlaya, ama gabdhaha basharadooda dhibaato badan ee ka haysato
marka ilaahay subxaanahu tacaala waxa alaal wixii aan isticmaalayno oo wanaagsan ilaahay daawaha inoogu daro. Marka khayri baraka ayaan rajaynayaa insha allah. Fiidiyoga hadda kaeshaan like insha allah idinku codsanayaa fadlan walaysa amran. Asxaabtaadana u sheer garayn kartaa haddaa nagu cusub tahayna waa nagu soo biiri kartaa oo kusoo dhaweynaynaa. وجزاكم الله جنة واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.